تتواصل انطلاقاتنا في على أرضية هذا الميدان، ميدان الشحانية لسباقات الهجن. إذا أيها الحفل الكريم انطلقت، أيها الحفل الكريم تعلن انطلاقات شوطنا 17 والخاصة بالإبكار. الصعوبة مسافتنا هي 1500 متر عبر انطلاقة سن المفاريد. نسير مع هذه التحديات، مع هذه الانطلاقات ناخذ المركز الأول والصدارة والانطلاق الأول. الشاهينية للسيد شهوان بمسفر الشهواني على المقدمة على المركز الأول، بينما المركز الثاني وصلت هنا أيضا الشاهينية شهوان بمسفر شهواني من تاتي على المركز الثاني، بينما ثالث المراكز والانطلاقات هناك من قبل صوغة عبد الرحمن بن حباب الهاجري من ياتي على المركز الثالث، ولكن حصل تغيير على المركز الثالث هنا من قبل مياسة حسن بن راشد النعيمي. نعود إلى شعار الشهواني على المقدمة على الصدارة على المركز الأول، وبيضيف النقطة الثامنة في صباح هذا اليوم وفي صباح هذه الانطلاقات المميزة في هذا المسور. الله الله سلام يا الشهواني، روح يا الشهواني، روح مع هذه التحديات، روح مع الرقص، مع الأداء الكبير، الأداء المثير. الله 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 الشاهينية، الله الشاهينية، شواب مسفر الشهواني على المقدمة على الصدارة على الانطلاق الأول. المركز الثاني أيضا الشاهينية نفس الشعار وذاته. المركز الثالث القادمة هنا صوغة عبد الرحمن بن حباب الهاجري من ياتي على المركز الثالث، ولكن الله الله طارت إلى الفوز والانتصار مع هذه اللحظات الكبيرة، اللحظات المثيرة، لحظات فوز الشاهينية مع المركز الأول، الأداء الكبير مع المركزين الأول والثاني. شعارك الشهواني، روح روح مع هذا الأداء الكبير، الشاهينية والشاهينية على المركز الأول، على التحديات المثيرة، على الانطلاق الأول. سلامي لك يا الشهواني. والنقطة الثامنة، النقطة الثامنة في هذا الصباح الكبير والمميز. الله الله، تهانينا لمالك الشاهينية مسفر بن شهوان بن مسفر الشهواني على المركزين الاول والثاني. المركز الثالث وصلت ايها الحفل الكريم صوغه عبد الرحمن بن حباب الهاجري. نعود بالتهاني والناموس لمالك الشاهينيه شهوان بن مسفر الشهواني. التوقيت الزمني 2:19، 8 اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس لشهوان بن مسفر الشهواني.